احتفاء عربي بإطلاق القمر الصناعي الإماراتي خليفة سات من مركز تانغاشيما الياباني للفضاء، وعبر أكثر من هاشتاج من بينها خليفة سات بالعربية وبالإنجليزية والقمر الصناعي، احتفى العرب بالهاشتاج الذي صنعه إماراتيون في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، ويعتبر أحد أكثر الأقمار الصناعية تقدما في العالم. القمر الذي استغرق تصنيعه 4 سنوات سيقدم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، حيث تساعد الصور المنظمات الحكومية والخاصة في مراقبة التغيرات البيئية وفي جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، هذا بالإضافة إلى التخطيط العمراني. الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء على تويتر واكب متابعيه بمعلومات عن القمر خليفة سات، فضلا عن بث لحظة إطلاق القمر من اليابان عبر موقع المركز الرسمي. وعلى حسابها أيضا الرسمي في تويتر، اعتبر نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد هذا اليوم يوما تاريخيا لدولة الإمارات، معتبرا هذا الإطلاق محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم ونضجهم وعلمهم، بالإضافة إلى همتهم التي يسابقون بها العالم، خاتما تغريدته رأسنا اليوم في السماء. الحساب الرسمي لأخبار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعتبر إطلاق خليفة سات إنجازا إماراتيا غير مسبوق، معربا عن فخره بشباب الإمارات الذين برهنوا أن العرب قادرون على المنافسة والريادة. أما ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد فقد هنأ قيادة الإمارات وشعبها بنجاح إطلاق خليفة سات، معربا عن فخره بالكفاءات الإماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، وخاتما تغريدته بأن الاحتفاء بعام زايد يأخذ بعدا جديدا مع بلوغ صورة الوالد المؤسس الفضاء بعدما عمت إسهاماته الخيرة مختلف بقاع الأرض. الحساب الرسمي للمكتب الإماراتي أو للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نشر، أو على تويتر طبعا تحديدا هذا الحساب، نشر صورا لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء أثناء إطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات من اليابان. نتابع. كم عدد الأقمار الصناعية حول كوكب الأرض وكم تكلفتها وأي البلدان الأكثر امتلاكا لها؟ معلومات أخرى نتوقف معها.